لغايه لما كابتن علي غزالي يكون موجود معانا استاذ محمد. بدايتنا مع كهربا، والنهارده لقينا صحينا كده على ملف انه كهربا في حكم عليه وانه في شيك بدون رصيد. ايه تفصيل القصه دي؟ يمكن النهارده الدنيا كانت مقلوبه شويه على السوشيال ميديا وفي مش حكم، انا اسف، في شيك بدون رصيد وان الزمالك بيعتزم تقديم يعني شكوى. بالظبط، يمكن ناس كتير النهارده اتكلمت على الموضوع ده تحديدا، لان ازمه الكهرباء بتهم اهم ناديين في مصر، يعني ده الزمالك طبعا وليه فلوس وجمهور الزمالك يهمه ان مجلس الاداره يحصل فلوس، وكهرباء لاعب مؤثر في النادي الاهلي حتى لو مش في الفتره الحاليه، فبالتالي برضو جمهور الاهلي مهتم بالموضوع. ناس كتير النهارده اجتهدت وناس اتهمت مجلس اداره نادي الزمالك، ناس قالت الغرامه كلها كانت متقسطه ومجلس الاداره مخبي، ناس قالت ده 20 مليون متقسطين. احنا النهارده هننفرد بالشيك نفسه من دفتر شيكات كهرباء بالنفس بالمبلغ، هنقوله مع السرد لكن عشان بس نحسم الموضوع. طب هو مش الزمالك كان اخذ الفلوس كلها؟ ده حقيقه، وانا يمكن قلت معاك، قلت ان الزمالك اخذ الفلوس كلها، وقلت ان في جزء قليل هو اخذه بشيك مقبول الدفع. وقلت لك بما ان ده شيك اذا الفلوس موجوده في الزمالك، بس الشيك مقبول الدفع ده معناه ان الفلوس في الحساب. بالظبط، ما هو ده اللي الزمالك عمله، وانا هسرد مع حضرتك الموضوع وهقول لك ايه اللي حصل بالظبط. اولا لو نتذكر بس، كان في الحكم النهائي في موضوع كهرباء كان في مارس 2022، وكان في حكم درجه اولى من لجنه فض المنازعات في الفيفا كان في 2020. خلال الفتره دي كل مجالس اداره نادي الزمالك واللجان حتى اللي اتعينت فشلت في التعامل مع الموضوع، وكان في اتهامات دايما لنادي الزمالك وللمحامي الايطالي سلفاتوري بالتقاعس عن تحصيل المبلغ، وده يمكن كان عامل ازمه كبيره جدا. لما جه مجلس اداره نادي الزمالك، وده احقاقا للحق، اتعرض عليه حلين لازمه كهرباء. الحل الاول كان من محامي اللاعب بان الزمالك يتنازل طواعيه عن فوائد المبلغ او عن غرامه التاخير اللي هي 450,000 دولار، وان هو ياخد ال 2 مليون اللي هم اساس الحكم اللي صدر في 2022. كلمت مجلس اداره نادي الزمالك ساعتها وكانوا لسه جايين، قالوا لي ده احنا لا نملك ده اصلا، لان احنا بندير هذه المؤسسه لكن احنا ما نملكش ان من مال عام ان احنا نتنازل عن جزء من الفلوس اللي محكوم فيها لصالح نادي الزمالك. وبالتالي هذا العرض تم رفضه، فاتعرض عرض تاني من محامي كهرباء على مجلس اداره نادي الزمالك، وهو ان الزمالك ياخد 1,000,000 دولار ويقسط بقيه المليون 450 الف دولار الباقيين على اقساط لمده 3 سنين، اقساط شهريه. وده برضو مجلس اداره نادي الزمالك رفض، وحتى طلع الكابتن حسين لبيب في اكثر من مكان وقال لا تقسيط لغرامه الكهرباء، احنا هناخد الغرامه كاش. في الوقت ده لما حصلت الزياره بين مجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك والامور كانت اهدى بشكل كبير جدا، اتعرض من محامي اللاعب على مجلس اداره نادي الزمالك ان كهرباء عايز يدفع الفلوس كاش. وكان كهرباء في الوقت ده عنده عرض في الدوري السعودي، وكان شرطهم ان كهرباء ينهي مشكلته، لان هم مش في حمل ان هم يتعاقدوا مع لاعب وبعدين يجي قرار من الفيفا في اي وقت بايقافه، فاذا الفتره اللي هو هيقضيها مع نادي جديد هيكون غايب في عدد كبير جدا من المباريات. طبعا مجلس اداره نادي الزمالك رحب، وانا يمكن كلمت ساعتها اكتر من مسؤول، قالوا لي ان احنا مش عايزين ناذي كهرباء ومش عايزين نبطل كهرباء كوره زي ما الناس بتقول، بالعكس احنا ناس لينا حق فبنطالب بالحق بتاعنا ده. كهرباء جه قعد هو والمحامي بتاعه واتفقوا ان هم هيسددوا كامل فلوسهم لنادي الزمالك. كهربا يمكن خد فلوس او عمل اكتر من اعلان في الوقت ده، وطلع في اكتر من برنامج تلفزيوني لو تتذكر، خد منه مقابل مادي، وخد يمكن مقدم عقده من نادي الاهلي كسلفه، وخد سلفه من رجل اعمال، هو طلع شكر، هو الاستاذ نجيب ساويرس يعني هو طلع شكره في اكتر من مكان. الفلوس دي كلها كهربا لم 70 مليون جنيه، اذا باقي 7 مليون جنيه. اتعرض على مجلس اداره نادي الزمالك ساعتها من كهربا ان هديك ال 70 مليون جنيه وبكلمه شرف خلال شهر هدي لك ال 7 مليون جنيه، فمجلس اداره نادي الزمالك رفض هذا العرض. فتعرض عرض تاني من كهربا ان انا هديك ال 70 مليون جنيه وهكتب تعهد على نفسي ان انا هدي لك ال 7 مليون جنيه الباقيين في فتره زمنيه قصيره، برضه نادي الزمالك رفض هذا المبلغ وطلب شيك مقبول الدفع. الشيك معناه ان انت فلوسك دي خلاص موجوده، وبالتالي انت خدت 70 مليون وخدت 7 مليون وكسور، هنجيب الشيك دلوقتي اللي هم الباقيين، فاذا انت خدت فلوسك كلها، لان حد الشيك ده هو اداه وفاه، يمكن انت طالما انا ادي لك شيك يبقى انا ملزم ان انا اسدد المبلغ ده، حتى لو كهربا اعتزل فبرضو الزمالك هيقدر ان هو يسدد الفلوس. فبالتالي كان في ازمه في الوقت ده، يمكن الشيك ده انا معلم يمكن على ده من دفتر شيكات كهربا محمود عبد المنعم سليمان تاريخ 1/4/2022 وماضي كهربا اهو، ده 7,664,236. ده يمكن المبلغ اللي كان متبقي من الغرامه بتاعه كهربا لصالح نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك بالنسبه له طالما انا خدت فلوسي كاش وخدت شيك مقبول الدفع، الشيك تاريخه 1/4، مجلس اداره نادي الزمالك حصل له تحويل بنكي
بالتاريخ يوم 29 فبراير 2024 ب 70 مليون جنيه. اذا الباقي ده كهرباء طلب مهله، فمجلس اداره نادي الزمالك اداله شهر كامل. أيوة. اللي هو الشيك اتحصل في 1/4. طب مجلس اداره الزمالك راح يحصل الشيك في شهر 4 ما لقاش رصيد. فسالت طب هل اتخذتوا اجراء في الوقت ده؟ قالوا لي برضو احنا قلنا يمكن كهرباء هيحط فلوس خلال الفتره دي، فما تواصلوش مع كهرباء خالص. الزمالك صبر شهرين راح يحصل الشيك، فلقى ان برضه مفيش رصيد، فاتكلم مع كهربا. كان الناس كلها النهارده بتقول كهربا ما ردش، لا كهربا رد على مجلس اداره نادي الزمالك وقال لهم انا في ازمه ماليه بسبب الغرامه اللي انا جمعتها وبسدد اقساط للسلفه اللي هو كان خدها من الاستاذ نجيب ساويرس، وطلب مهله. مجلس اداره نادي الزمالك وافق على المهله. بعدها بحوالي 5-6 شهور حاول ان هو يسدد الفلوس واتصل بكهربا، فكان نفس الرد ان في عقوبات وغرامات لم تتذكر من النادي الاهلي كتيره جدا، فهو مش قادر ان هو يدبر الفلوس دي. فتم منحه مهله اخيره في خلال الفتره اللي فاتت لما الفلوس ما تمش او ما فيش فلوس اتحطت في حساب كهربا. نادي الزمالك راح للبنك خد رفض على الشيك وهيقدم شكوى ضد محمود كهربا لان ده شيك بدون رصيد. شكوى يعني شكوى ولا قضيه؟ قضيه هيقدم قضيه في النيابه لان ده شيك بدون رصيد، انا معايا رفض من البنك عليه. طمع. وبالتالي هنرجع تاني، ودي تاكيدات من اكتر بس من بس اللي انت عرضته ده اعتقد يا استاذ محمد ده مش مقبول الدفع، ده شيك عادي، ده شيك بس بتاريخ 1/4. ده شيك 1/4 تمام. شيك مقبول الدفع ده معناه ان الفلوس متجنبه. ما هو انا ده مش شيك مقبول الدفع ده. انا قلت لحضرتك هو طلب مهله لان هو اللي قدر يجمعه كله يوم 29 فبراير كان 70 مليون جنيه. فهو طلب مهله صغيره، فهم ادوا له شهر، هم ادوا له شهر مارس ماشي. فلما يجي 1/4 اذا انت من حقك ان انت تصرف الشيك. فطبعا نادي الزمالك اتقال لي ان خلاص انا معايا شيك بالمبلغ المتبقي ليا، وده يمكن احنا لو عايزين نقسط كنا وافقنا على العرض الاولاني بتاع كهربا اللي هو يدفع مليون جنيه ويقسط الباقي كله. طب هل كهربا بالقضيه او بالفلوس دي من حق ممكن يتهرب منها باي طريقه؟ طبعا مستحيل لان الزمالك معاه شيك. يمكن لو رجعنا تاني لقضيه كهربا بشكل عام، انا بقول لحضرتك ان كهربا نادي الزمالك اول حكم، يمكن معانا بيان مجلس اداره نادي الزمالك، اول حكم خده الزمالك على كهربا كان 32 مليون جنيه و837 لا اللي هو موقع نادي الزمالك الرسمي. ده الحكم الثاني اللي هو كان في مارس، ده موقع نادي الزمالك. بص حضرتك الغرامه 32 مليون 837 الف، ده الحكم الرسمي اللي جه من لجنه فض المنازعات في الفيفا لكهرباء. فالمماطله وعدم الدفع يمكن ده اكتر حد استفاد بيها هو نادي الزمالك، على عكس ما الناس بتقول، لان ده يمكن نادي الزمالك كان موافق على ان هو يحصل الفلوس دي، لكن كهرباء هو اللي راح طعن امام محكمه التحكيم الرياضي الكاس، وبعد كده راح للمحكمه الفدراليه، فبالتالي وصلت الفلوس لنادي الزمالك ل 77 مليون جنيه. طيب حسبنا يمكن مع اعضاء مجلس الاداره، هل كهربا فادي الزمالك بكام؟ كهربا هو اكتر لاعب في تاريخ الزمالك، الزمالك جانا منه فلوس 151 مليون جنيه باعاراته طبعا للانديه السعوديه بالغرامات اللي الزمالك حصلها منه بال 77 مليون جنيه الحاليه. الزمالك اشترى كهربا ب 7 مليون جنيه فقط من نادي انبي لو نتذكر، حصل مقابل المبلغ ده 151 مليون جنيه. اذا هو كهربا هو الفرخه اللي كانت بتبيض ده بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك.